سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني أبطال خالدون. وعلى الزناد أصابعي فإذا انطلقت فلا أعود. مشاهدينا، تهون التضحيات وتتقزم العطايا أمام من جادوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة والزكية فداء لحياض الوطن وأمنه واستقراره، وهم يدافعون عن كرامة أبناء الشعب اليمني والثورة والجمهورية ضد المد الفارسي وميليشياته الحوثية. في حلقتنا لهذه الليلة نذهب وإياكم مشاهدينا الأعزاء لاستعراض ومتابعة قائد من قادة الجيش الوطني وفارس من فرسان الجمهورية، إنه الفريق الركن ناصر الذيباني وناصر الجمهورية، رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع، الذي استشهد وهو يخوض معارك التحرير في الخطوط والمواقع الأمامية بالجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب. أننا ماضون في تحقيق أهدافنا التي رسمت لنا، والجمهورية اليمنية محمية برجالها بأبطالها بأبطال المؤسسة العسكرية وبقبائلها، وإن شاء الله تعالى سيفرح ونفرح قلب كل يمني بهذه الانتصارات. موقف الأبطال، موقف الرجال في المتارس في الصف الأمامي مفخرة، يهون التضحيات، يهون التعب، يهون كل شيء مقابل الحفاظ على أقدس شيء. أنت تحافظ على وحدك اليمن، تحافظ على أرضك وكرامتك وعزتك. لمن نحب في داخل الوطن في صنعاء والمحافظات الباقية، ومن نقاتل من أجل تحريرهم وعودة الحياة إليهم والأمن والاستقرار وعودة الشرعية، أن لا يدفعوا أبنائهم ولا ينجروا إلى المعارك.
كل من جاء مأرب واستشهد في مأرب وقاتل على مأرب كان له شرف الحفاظ على ما تبقى من المؤسسة العسكرية والجيش اليمني وأيضا المؤسسة مؤسسة الدستور والقانون والمؤسسة الشرعية للدولة لم تبقى إلا بمأرب ما تبقى في المحافظات يعني في عدن والضالع الذي صمدوا في الضالع وصمدوا في عدن رغم أنه قد اجتاح الحوثي ونزل لكن الناس صمدت في ظل استمرار المواجهة والقتال يعتبر هؤلاء كلهم بتعز يعني لا أنسى مدينة الصمد تعز صمد الناس قاتلوا بداية في التحرير في أسفل التحرير وخرج الحوثي إلى مشارف المدينة بالبندق الآلي وهو جاء بدبابات وعتاد اللي 22 ميكا 22 حرس جمهوري وعتاد اللي 40 وعتاد القوات المسلحة اللي نعرفها لم يستطع أن يرغب أبناء تعز على التسليم أبدا ومع ذلك كان عبد الرب الشدادي يشتري الذخائر ويجمع ويرسل تبرع للزملاء في تعز هو ورفاقه أنتم تصنعوا هذا التاريخ تعيدوا صناعة التاريخ أنتم الوقفات هذا وذلك تهون التضحيات يهون التعب يهون كل شيء مقابل الحفاظ على أقدس شيء أنت تحافظ على وحدة اليمن تحافظ على أرضك وكرامتك وعزتك فإحنا نغضبكم على هذا الموقف موقف الأبطال موقف الرجال في المتارس في الصف الأمامي مفخرة عبركم لمن نحب في داخل الوطن في صنعاء والمحافظات الباقية ومن تركنا ومن نقاتل من أجل تحريرهم وعودة الحياة إليهم والأمن والاستقرار وعودة الشرعية وعودة الديمقراطية والأمن والسلام وعودة اللحمة اليمنية وإزالة الفوارق التي صنعها الحوثي داخل المجتمع اليمني أن لا يدفعوا أبنائهم ولا ينجروا إلى المعارك الذي ظنوا أنهم قد دخلوا مارب ما لا ينجر هؤلاء الناس في ظل الدعاية والإكراه والإجبار الذي يمارس من قبل التبرد على هؤلاء البسطاء الطيبين نحن نقول لهم أن الحشود الذي حشدوها وسمعنا عن أرقام نحن لن نقول كما يبالغ أنهم حشدوا 25,000 نقول أن العدد الذي حشدوه قد قتل نصفه وأسر منه أعداد كبيرة وجرح منه ما تبقى لم يكن رأسه فوق النجوم من باب المجاز أو اللباس العسكري بل كان رأسه يعلو النجوم شموخاً وطنياً يأبى الانكسار وصموداً جمهورياً في وجه ميليشيا العار إنه اللواء الركن ناصر الذيباني رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع آخر المترجلين الكبار الكبار في أعمالهم وتضحياتهم لا برتبهم ومواقعهم هذه المعركة اليوم وحدات من أبناء المقاومة مقاومة مارب من اللواء 159 نفذت عملية ومن المنطقة العسكرية السابعة على جيوب العدو متمركزة بالعروق الربيعية وتم تطهيرها احنا قلنا سابقا انه مارب ستكون أو رمال مارب ستكون مقبرة لكل من يأتيها من تسول له نفسه أو يعني يضلل عليه يعني من يحشد ومن يمول ومن يزيف الإعلام المعادي أنه سيدخل مارب أقول له أن مارب مقبرته لن يأتيها إلا زائرا يعني من يأتي مارب إلا زائرا مسالما أما المعادي سيموت على يعني مداخل مارب وعلى رمال مارب وعلى جبال مارب وعلى أطراف مارب أينما جاء سيموت عمالقة الفداء الذين ترجمت قلوبهم قسم الشعب بأن يبقى النبض يمنيا وأن لا ترى الدنيا على أرضهم وصية فرفضوا الوصاية الإيرانية المغلفة بعناوين حوثية الهادفة لطمس الهوية اليمنية ضمن مخططها للسيطرة على المنطقة العربية جاء
سيتم ملاحقة كل من نزل إلى رأس حلحلان وإلى مفرق الجوف وإلى ويتم تطهير من سوى الله نفسه أنه سيترشق ويشم هواء مارب. أي مجال مشروعنا مشروع الخير، لا مشروع التدمير والهدم. مشروعنا مشروع البناء والإعمار، مشروع التنمية والتطوير، لا مشروع الحوثي، مشروع الفساد والنهب، سلب المؤسسات، سلب الوزارات، نهب صناديق التقاعد، نهب صناديق التنمية كاملة. نحن حملة هذا المشروع، حملة مشروع البناء والإعمار والتنمية. نحن أصحاب مشروع سبتمبر، نحن أصحاب الأهداف الستة الذي قامت عليها ثورة 26 سبتمبر. ونقدم الشهداء من أجل الحفاظ على وحدة وصف الجمهورية اليمنية وعلى سيادة الجمهورية اليمنية وعلى كرامة هذا الشعب وعلى معتقداته ومقدساته وعلى حدوده برا وبحرا وجوا. سنظل أوفياء لهذه التربة ولهذه الذكرى ولهذا الوطن ولكل أبناء الجمهورية اليمنية. سنظل أوفياء للشهداء الكرام، سنظل أوفياء للقسم والعهد الذي أقسمناه للحفاظ على وطننا وعلى جمهوريتنا وعلى دستورنا وعلى يعني المؤسسة العسكرية. سنظل أوفياء للحفاظ على العهود والمواثيق الذي قدم الشهداء التضحيات تلو التضحيات من أجل الحفاظ على الجمهورية اليمنية والعدالة والحرية والتداول السلمي، ومن أجل الحفاظ على سيادة البلد ووحدة البلد وأمنه واستقراره ورفاهيته. انبرى الكبار من أول يوم لمقارعة ميليشيا إيران غير مبالين من خداع البعض بشعاراتها، مقدمين في سبيل وطنهم وجمهوريتهم أغلى ما يملكون، متعاهدين تحت علم الجمهورية ألا يتركوا وطنهم للعصابة الخمينية، وهو عهد خطوه بالدماء وخلده الشهداء بأسمى صور الوفاء. كل حر يقاتل على الشرعية، وهذا الذي بيقاتل تحت مسمى مقاتل من أجل الحفاظ على الدولة والوطن أيا كان، في أي مكان، في أي موقع، في أي مترس. اليوم الذي بيحافظ على وحدة اليمن الذي سال من أجلها الدم. نسوا الناس أن احنا دينا شهداء 12 ألف شهيد في حرب 94 وغير الحروب وغيرها من أجل تثبيت الوحدة، من أجل الوحدة، من أجل اليمن. نسوا الناس، ما هو الخبر هذا؟ في تناسي، في 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 استخفاف، في تقفيل، في تجهيل للناس، محاولة يعني تضليل. أي نسيوا الناس ثوار أكتوبر، ثوار سبتمبر، نحتفل من أجل إيش؟ المفترض نحتفل نخلد ونجسد هذا المعاني على أساس أنه هذه هي اليمن وهذه هي الوحدة، هذا اللبوزة وهذا فلان وهذا فلان، هذا هو الثوار اللي جاءوا من أجل اليمن. جاء من تعز وقاتل على ردفان، جاء من ردفان وقاتل على سبتمبر وقاتل في حجة وقاتل في صعدة وقاتل في كل أبناء اليمن، حشال وغيره وغيره وغيره. هذا الأسر، الناس كلهم سواء من ذكر ولا من لم يذكر، يعني كثير من الناس ما ذكرهم التاريخ ولا أحداث الثورة، لكن أسهموا وضحوا وقدموا من أجل يحافظوا على اليمن. واليوم المطلوب أن الناس تحافظ على المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية، تعيد اليمن هيبتها. وهو عهد خطوه بالدماء وخلده الشهداء بأسمى صور الوفاء. وما بين الشهيد القشيبي والشهيد الذيباني
قائمة من القادة الكبار الراحلين نحو السماء من مقدمة صفوف المواجهة مع ميليشيا أفسدت في الأرض وخلف كل اسم منها آلاف تعاهدوا على مواصلة المشوار حتى لحظة الانتصار. اليوم ما يحدث في صنعاء من اغتصاب وهتك لأعراض اليمنيين ما هو هذا؟ هذا هو التاريخ القذر، هذا الناس يقاتلوا عليه. اليوم تسحب تجر الأسر العفيفة الشريفة المحترمة، يعني أبناء اليمن. اليوم إحنا بنسمع عن مسمى الأجيال والكل، هؤلاء الأجيال اليمن، هؤلاء الأسر النبلاء وشرفاء اليمن، اليوم تهتك أعراضهم. احنا اليوم ما بنتكلمش يعني من هكذا من الهوى ولا بدافع الحقد عليهم او شيء ابدا، احنا بنتكلم من وثائق، من ادله، منظمات المجتمع المدني هيومن رايت تتكلم انها يغتصب الرجال. في اي عهد هذا؟ في اي عصر؟ الا بعهد السفله هؤلاء. عندما يدركون أن قادتهم هم أوائل المقاتل المتقدمين للصفوف، نعم، وهم الأبطال الذي يعلمون الناس معنى الاستبسال، معنى الجهاد، معنى التضحية، معنى الفداء. ليست شعارات نقولها عندما يعني نحاضر ونقول لأفرادنا عليكم أن تكونوا كذا وكذا، بل بيان عملي واقعي وفعلي. وقد وعدنا أبناء الشعب اليمني أنه مارب عصية والجمهورية اليمنية محمية برجالها، بأبطالها، بأبطال المؤسسة العسكرية وبقبائلها بالنسيج الاجتماعي المتلاحم والمتماسك. نعدهم أن النصر قادم وأن التحرير مستمر حتى نصل إلى آخر شبر من أرض الجمهورية اليمنية. ملايين ترفض العنصرية وترى كل حر مقاوم للميليشيا عملاقا جمهوريا ضمن الكبار. فالشعب الذي يرى في العبودية للخميني نقيضا لإيمانه ويرى في استعلاء السلاليين نقضا لأهداف ثورته يتقدم فيه العمالقة الكبار صفوفه لمواجهة ميليشيا تقزيم المنطقة وتسليمها لإيران. اليمن بخير بخير، لأن اليمن ليست عقيمة أبدا، قاعدة عامة. يموت البطل ويورث أبطال، ويموت قائد ويورث قادة. لن تموت اليمن للفكر الفارسي على الإطلاق. الفكر الفارسي مات على أبواب صنعاء، مثلما دخل صنعاء مات على أبوابها. طالما قاوم الناس وصمد الناس، أنا في شخص تحليلي انتهى الفكر الفارسي. طالما أنه أبناء اليمن قالوا لا وحملوا البندق، ماتت المنهجية والفكر الفارسي، مات الفكر الاثنى عشري، مات، لن يسود اليمن هذا الفكر على الإطلاق. طالما ببندق وبفكر يقول لا وبلسان تقول لا، خلاص انتهى المشروع. قدر الكبار أن يذكي من قضى منهم نحبه الجذوة وأن يستكمل المنتظرون منهم
دون تبديل صناعة الانتصار. من أجل يعني شرعية الدولة، من أجل الحفاظ على عصبة اليمن وجمع اجتماع اليمن ولم شمل اليمن، والحفاظ على الدستور الدولة ودين الدولة وهوية الدولة. هوية الدولة عندي أنا أقدس شيء. بالنسبة للأخوة الزملاء الضباط والصف الضباط المرابطين من المنطقة العسكرية 7 والمنطقة العسكرية 6 وبقية مناطق القوات المسلحة للجيش الوطني، أو أقول لهم مزيدا من الصبر، مزيدا من البذل، مزيدا من العطاء. بوركتم وبوركت ساعاتكم وأنتم في المتارس وأنتم تحتضنون البنادق للدفاع عن مشروعكم العظيم، عن كرامة كل يمني. أنتم المشروع الطموح، فهنيئا لكم على صبركم وتحملكم، هنيئا لكم على نضالكم، هنيئا لكم تقدمكم الصفوف يوم تأخر الكثير. فأنتم خير أجناد اليمن، أنتم من يتحمل مشقة القتال ومشقة الجبهات والظروف الصعبة والمناطق الجغرافية ويعني وعورة المناطق الجغرافية التي تقاتل فيها، لكن هنيئا لكم هذا النجاح وهذا التميز. ولا أجد يعني من التعابير إلا أن أقول لهم شكرا لكم على وفائكم ومحبتكم لهذه البلد ولهذا المشروع. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الرمضاني أبطال خالدون، حتى الملتقى في حلقة جديدة ومع بطل جديد. تقبلوا خالص تحياتي وطاقم فريق البرنامج. زنادك يا ابن بلادي شد زنادك، على دربك يا ابن الشدادي هب جنادك، شد زنادك يا ابن بلادي شد زنادك، على دربك يا ابن الشدادي هب